أحسن حالة مع نسلة. اهلا بيكم من جديد. هنتكلم النهارده في خليك في احسن حالاتك مع نسلي عن موضوع مهم جدا وهو العقم. الحقيقه ان المشكله دي ما هياش مجرد مشكله طبيه، ولكن ممكن نقول ان هي ايضا بتصبح مشكله اجتماعيه لما بتبدا تهدد استقرار وحياه الزوجين مع بعض. بيكون ليها اسباب كتير، والحقيقه ان هي انتشرت في الفتره اللي فاتت بسبب عوامل كتيره، منها تغير طبيعه الحياه للمراه ودورها في المجتمع، منها تاخير الانجاب عن عمد، منها نوع التغذيه او الغذاء اللي بياخده الزوجين. يعني في اسباب كتير وعوامل كتير بتؤدي للعقم. في كمان طرق جديده للعلاج يمكن هنتكلم عليها، وممكن اقول انه من الطرق اللي بقينا بنسمع عنها حديثا هو الاخصاب المساعد طبيا. هنعرف الموضوع ده ايه من ضيفي الاستاذ الدكتور رواء مصطفى، استاذ امراض النساء والتوليد واطفال الانابيب بكليه الطب جامعه عين شمس. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. يعني لو الاول بس عايزه اعرف التغذيه، الحقيقه ان احنا طريقه اكلنا اختلفت جدا يا دكتور في السنين اللي فاتت دي. هل الغذاء من العوامل المؤثره على الانجاب والصحه الانجابيه؟ الحقيقه في حاجات مهمه جدا، ودي كانت يعني وانت بتقولي كان كل الكلام اللي بتقال فعلا حقيقه. طرق الاكل بتاعتنا بقت مختلفه. يعني في حاجات ثبت علميا انها بتؤثر على الخصوبه سواء عند الرجل او الست. الاغذيه، نمط الاغذيه اللي هي الدهون فيها كتير، الاغذيه المحفوظه تناولها بكثره فيها مواد حفظ. يعني على سبيل المثال في ماده اسمها الدايوكسين. الدايوكسين دي ماده معينه موجوده لما التركيز بتاعها بيزيد عن حاجه بسيطه خالص بتبتدي تعمل تاثير ضار على عمليه انتاج البويضات والحيوانات المنويه، وتقلل من خصوبه الزوج والزوجه، بالاضافه الى بعض المشاكل اللي بتضر بالصحه العامه في حاجه كتير. ده نمط. النمط الثاني مش بس الكونتينرز او الاوعيه اللي بتحفظ فيها الغذاء اللي هو المعلبات و و و الحاجات دي، ما كانتش ليها مواصفات واضحه وكويسه الماده دي بتتفاعل مع الاكل وبتضيف له اشياء قد تضر بالصحه الانجابيه بالاضافه الى النقط الاخرى. وبالتالي الجزء ده جزء مهم قوي، والدور الرقابي فيه مهم جدا. الكلام ده مش بس ينطبق على مصر، لا ينطبق على بره، بس لان الدور الرقابي اوقات في مصر ما بيكونش كويس قوي الجزء ده بيبقى ظاهر عندنا. وده يمكن بيشرح الى حد ما ليه الخصوبه ابتدت تقل، وابتدينا نلاحظ معدلات زايده شويه من نقص في الخصوبة سواء عند الزوج أو عند الزوجة. وده بيشرح إلى حد ما ليه حالات تأخر الحمل ابتدت تزيد بشكل ملحوظ. جانب اللي بيشرح كده نمط التغذية. الحاجة الثالثة زيادة الوزن. زيادة الوزن سواء نتيجة قلة الاكسرسايز أو الحركة أو مفيش النمط أو الأسلوب اللي هو يعني رياضة و زائد طرق التغذية والأكل اللي هي فيها حاجات كتيرة بتؤدي إلى زيادة الوزن. وده بقينا نلاحظه بشكل كتير. نمرة 4 ونمرة 5 التدخين وزيادة التدخين، لأن التدخين بيؤثر على كل مراحل الخصوبة سواء عند الزوج أو الزوجة. إذا دي كلها أنماط بقت موجودة بشكل واضح وزادت في الفترة الأخرانية، وده جزء من الكلام ده كله أدى إلى معدلات فيها نقص في الخصوبه سواء عند الزوجه او الزوجه، وبالتالي ارتفاع نسب تاخر الحمل ونسب العقم سواء من ناحيه الزوج او من ناحيه الزوجه. كل دي عوامل مهمه، وبالتالي لما بنيجي نعالج مساله تاخر الحمل سواء بنعالجها بشكل هندي ادويه او ممكن نعالجها بالغذاء كمان. الغذاء مش العامل نمره واحد، انما لازم الدكتور اللي بيعالج ما يتناساش انه الدور ده مهم وانت بتعالج، لانه هي نمط الغذاء كمان ما ننساش ان هو بيؤثر على مرحله لو حصل حمل تكوين الجنين في الفتره دي. وبالتالي مش مجرد ان هو يبقى مركز الطبيب بس على انه الحمل يحصل قد ما بيدي ارشادات معينه. يعني جميع السيدات اللي هم عاوزين منتظمين حمل او الحمل متاخر عندهم بننصحهم ان هم بياخدوا
راس حمض الفوليك، او حمض الفوليك ده ماده معينه او فيتامين معين موجود في اللي هي النباتات الخضراء، يعني موجود في الارنبيط، موجود في الكرنب، موجود في ماده زي البروكلي، احيانا في الفول، بننصحهم يتناولوا الاطعمه دي بشكل كويس. ولان مش كل الناس بيداوموا على كده، بننصح بانهم بياخدوا راس بنسميه حمض الفوليك قبل الحمل، او لما يكون الحمل متاخر وهم منتظرين انه يحصل عن طريق العلاج، او بنديه بشكل روتين اثناء وما قبل مرحله اطفال الانابيب والحقن المجهري قبلها بشهر او شهرين. في حاجات تانية بننصح بيها للسيدات المقبل اللي هم داخلين في البروجرام بتاع اطفال الانابيب او الوسائل المساعده للاخصاب زي ما انت قلتي، اللي هو حاجه زي فيتامين سي. فيتامين سي موجود في البرتقال، اليوستفندي، الليمون. علميا فيتامين سي بيزود قابليه رحم وبطانة الرحم، على ان الاجنه لما تلتصق فيها، لما تحط فيها يحصل عمليه التصاق، وبالتالي بتزود نسب حدوث الحمل، وبالتالي بننصح بيه. وكذلك فيتامين اي او هي. فيتامين هي من الحاجات اللي هي نمره واحد بتساعد على حدوث الحمل اثناء العلاج، وبيقلل نسبه الاجهاض لما الحمل بيحصل في فترات العلاج. وفيتامين هي ليه دور كانتي اوكسيدان او مضاد للاكسده. وبالتالي هو بيشتغل بكذا طريقه. وده موجود في ايه بقى يا دكتور رواء؟ المشكله بتاعت فيتامين هي ان المواد الطبيعيه موجود في حاجات كتيره قوي. بس المشكله ان احنا بنضطر نكتبه كفيتامين لانه المصادر الغذائيه بتاعته ما فيش اقبال عليها كتير. ولو انه يعني زي ايه يعني؟ حاجه غير محببه يعني؟ لا موجود في انواع معينه من البقوليات زي الحمص، موجود في برضه النباتات الخضراء في حاجات معينه. بس المشكله انه الطرق اللي احنا محتاج تاكل منه كتير علشان خاطر يجيلك الجرعه اللي انت محتاجها، فبالتالي كل الكلام ده ما بيكونش بشكل عملي ان هو يبقى فريش، فبالتالي بنضطر الى تناوله كفيتامينات لان هو بيساعد عمليه حدوث الحمل ومنع الاجهاض. وبالتالي كل الكلام ده واحنا بنعالج بطرق العلاج المختلفه، او قبل ما بننصح السيده انها هتبتدي العلاج بتاع اطفال الانابيب او الحقن المجهري، انها تاخد بالها من الكلام ده، الوزن، التدخين، الاغذيه المحفوظه تقلل منها، تتناول الفيتامين اللي هو حمض الفوليك، فيتامين هي او فيتامين سي، الكلام ده بشهر او شهرين قبل الدخول في الموضوع. الكلام ده بيساعد الى حد ما، هو صحيح مش بالدرجه الاولى انما كعامل مساعد. وبالتالي الطبيب وهو بيتناول الموضوع ما بيكونش بس مركز على هو هيعمل ايه علشان يحصل حمل، لازم يكون واخد باله من الكلام ده كله، واذا كان في حاجه تساعد انه لما يحصل حمل الاجهاض يقل، كل الكلام ده. بمعنى اصح ان الصوره لازم تبقى يعني واسعه شويه من مجرد علاج لتاخر الحمل للعوامل المساعده على حدوث الحمل، سواء عن طرق العلاج او اطفال الانابيب او الحقن المجهري. طب دكتور رواء، عايزه اتكلم عن الاخصاب المساعد طبيا. الحقيقه انه ده مصطلح بقينا بنسمعه كتير، ممكن حضرتك تشرح لنا هو ايه؟ الوسائل المساعده للاخصاب هي عباره عن حاجات كتير قوي، انما للسهوله هم ثلاث حاجات موجودين. اول حاجه التلقيح الصناعي، ده فكرته بسيطه ان احنا يعني الحيوانات المنويه عند الزوج عن طريق حاجه بتشبه التحليل بننتقي حيوانات منويه، وعن طريق اجراء معملي بسيط، ده مش عمليه ولا حاجه، بننشط الحيوانات المنويه، وبعدين عن طريق استر رفيعه بنحطها جوه الرحم في فتره التبويض اللي احنا بنعرفها عن طريق تحليل الهرمونات والموجات الصوتيه، بحيث نقدر نعرف ميعاد التبويض ونحط الحيوانات المنويه النشطه اللي احنا انتقينا افضل ما فيها الى داخل الرحم. لما بنعمل كده بنقلل المسافه اللي الحيوانات المنويه بتمشي جوه الرحم، لان احنا بنحطها في نقطه فوق، وفي نفس الوقت في الميعاد بتاع التبويض. كل ده بيساعد على حدوث الحمل. هو كاجراء بسيط، ما هوش عمليه، ملوش اعراض جانبيه، نسب نجاحه معقوله، مش عاليه قوي، بس في نفس الوقت مش مكلف ومش عمليه. الجزء الثاني اللي هو او النوع الثاني الاكثر تقدما واكثر تعقيدا هو اطفال الانابيب. ولما بنتكلم على اطفال الانابيب بنتكلم على اطفال الانابيب والحقن المجهري، لان الحقن المجهري هو التطور اللي حدث في عمليه اطفال الانابيب. اطفال الانابيب بقى حوالي 33 او 34 سنه كاجراء، وثبت ان هو من اكثر الطرق نجاحا،
ومعنى ان احنا بنقول من اكثر الطرق نجاحا مش معنى كده ان هو دايما بنلجأ له كحل اول، انما هو دايما بيتبقى لما الحلول التانية بتفشل او لما بيكون المشكلة من اولها صعب ان احنا نعالجها، لان في بعض المشاكل الطرق التقليدية ما تجيبش نتيجة من الاول خالص. انما اللي انا عاوز نقوله ان الحقن المجهري او اطفال الانابيب مرت بطرق تكنولوجي وتطور فيها كبير قوي. لما ابتدت من سنين كتيرة قوي ما كانش السيدة بتضطر تاخد علاج، كان المسألة عند فترة التبويض والمبيض بينتج بويضة واحدة، ده شيء طبيعي عند الست، بنلتقط البويضة دي ونخصبها في المعمل وننتظر يوم أو اتنين أو حتى ثلاثة وبعد كده نحطها في الرحم. وبالتالي ما كانتش معقدة، كانت إجراء بسيط، بس لأنه برضو إجراء بسيط وبيعتمد على التبويض الطبيعي كانت النتائج فيه ضعيفة. وزي أي تكنولوجي وأي تقنية معينة مع السنين بتبتدي حاجات تخش فيها وتزود نسب النجاح. وقد حدث كده في أطفال الأنابيب والحقن المجهري، وابتدت التكنولوجي تخش فيها وابتدت التقنيات بتاعت البروتوكولات واستخدام الأدوية المنشطات عشان المبيض ينتج عدد أكبر من البويضات، لأنه المبيض في الحالة الطبيعية بينتج بويضة واحدة أو أحيانا بويضتين. إنما لما بنلجأ إلى الحقن المجهري ده من ضمن التطورات اللي حدث فيه، بندي علاجات وعلاجات بشكل مكثف عبارة عن هرمونات منشطة للمبيض. عشان كده بيحصل كتير حمل في توائم وأكتر من توائم. عشان كده بيحصل حمل في توائم وأكتر من اتنينات كمان. تمام بالظبط. وهو ده الجزء اللي أدى إلى زيادة في نسبة النجاح. بس المشكلة زي ما أي حاجة بتفيد بيبقى ليها الأعراض الجانبية، اللي هو ابتدى نسبة التوائم والحمل الكتير يزيد. الحاجة التانية إن الأدوية نفسها بقت ليها أعراض جانبية لأن إحنا بنستخدمها. وبالتالي زي اي تطور علمي ما الامور ما بتخلصش على كده. الفلسفه دلوقتي اللي ظهرت على تقنيه اطفال الانابيب والحقن المجهري ان احنا نقلل الجرعات اللي احنا بنديها بحيث ان احنا الاعراض الجانبيه والتاثير بتاع الهرمونات اللي احنا بنديها يقل. المشكله ان احنا اوقات كتير او اللي احنا بنعمله بيساعد من ناحيه، بس من الناحيه الثانيه ثبت انه برضه بيأثر. يعني الأدوية كتيرة والمنشطات ليها تأثير على بطانة الرحم، لأنه بطانة الرحم مش متعودة على هذا المستوى من الهرمونات، فبتلاقي الكثافة أو السمك بتاعها زيادة عن الطبيعي. وما بقاش طبيعي، لأن في الطبيعي بتبقى بويضة واحدة، لو أنت عندك 10 بويضات وأنت بتدي الحقن بتاع فمستوى الهرمونات بتبقى وصلت لمرحلة غير طبيعية. لأنها وصلت مرحلة غير طبيعية فده بيأثر على قدرة بطانة الرحم على التساقل الأجنة، لأن ربنا خلق بطانة الرحم دي بتستجيب لمستوى معين من الهرمونات. وبالتالي احنا بنفيد من ناحية بس بيبقى فيه مشكلة من ناحية أخرى، ولو أن نسب النجاح بتزيد نتيجة الموضوع ده. إنما عشان نزود نسب النجاح أكتر ابتدينا نقلل الجرعات، وهو ده من ظهر من سنتين أو ثلاثة إن احنا مش محتاجين كل هذا الكم من الأدوية. لما بنعمل كده مستوى الهرمونات ما بيكونش زايد بشكل كتير، بطانة الرحم بتبقى في أكثر فسيولوجية وأكثر قربا للطبيعة. وفي نفس الوقت ما بننهكش المبيض، ما بنخشش في الأعراض الجانبية، بنقلل نسب حدوث الثلاثة والأجنة والأربعة والكلام ده كله. لأن مع تقدم المذهل في التقنيات بتاعة الإخصاب وإن أنا أجيب الحيوان المنوي أدخله جوه البويضة وأستخدم الأجهزة المكبرة اللي بتكبر الحيوانات المنوية، بقى يكفينا ثلاث أو أربع بويضات عشان أوصل بيهم لعدد من الأجنة زي ما كنت عاوز. زمان كان لازم يبقى فيه بويضات كتير لان التكنولوجيا ما كانش متطور قوي، فالبويضات الكتيره دي في الاخر تمسك على عدد قليل بعد حقنها. دلوقتي لان التكنولوجيا بقى قوي جدا كل البويضات اللي بتوصل لو طلعت كويسه نقدر ان احنا نستفيد بيها بحيث ما يبقاش فيه هالك او فائض ملوش لازمه، وبالتالي بنقلل التكلفه بنقلل التكنولوجيا. اللي طلع اكتر من كده بقى وده شيء بقى اعتقد هينزل مصر السنه دي، الفكرة أطفال الأنابيب والحقن المجهري إن إحنا بندي حقن وحقن مكثفة أو حتى حقن كل يوم سواء عضل أو في تقنية أو تقدم هائل جدا حصل إن في حقنة بتتاخد ودلوقتي بقى ده شيء متعرف عليه في أوروبا وأمريكا، الحقنة دي كأنها الست أخدت كل يوم حقنة مجموعة حقن لمدة 7 أيام، فحقنة واحدة بتكفي لمدة 7 أيام. دي برضو بتعمل إيه؟ بتساعد على الإخصاب بتساعد على التبويض بس بتساعد على لا ده جزء ان تنشيط المبيض قبل الحقن المجهري. وبالتالي بدل ما نقعد ندي حقن كتير واعراض جانبيه كتير هي حقنه واحده بتكفي وملهاش اوفر دوز او
جرعه زياده، وبالتالي بتقوم بكل الحاجات دي. واي تقنيه كل ما تبسطيها وتقربيها للناس وتقللي مشاكلها وما تقلليش نسب النجاح، بل بالعكس، يبقى التقنيه بتتحرك لقدام وبتزيد نجاح، وده اللي بيحصل مع الحقن المجهري واطفال الانابيب. وبالتالي الادويه دي ساعدت على الاعراض الجانبيه تقل، نسب النجاح بتزيد. معلش يا دكتور، انا عايز اعرف على اي اساس بتختار الوسيله الانسب للسيده؟ زي ما قلت قبل كده، المشكله في ايه؟ وده نقطه مهمه جدا، لما بنيجي نتكلم ان في تاخر للحمل، في ناس كتير بيقول لها ان تاخر الحمل هو سكه واحده للعلاج، ان احنا بندي ادويه، ما استجابش بنعمل نظير، ما استجابش بنعمل اطفال انابيب وحقن مجهري، وان كل الناس اللي بيخشوا بيعملوا اطفال انابيب وحقن مجهري بيبقى هي سكه واحده وطريقه واحده. التنوع في العلاج بناء على المشكله الرئيسيه، يعني نفترض مثلا ان في زوج عنده مشكله. الزوج اللي عنده مشكله ضعف الحيوانات المنويه او مش كل الناس بيبقوا زي بعض، ولو ان ده عنده مشكله وده عنده مشكله. في ناس بيبقى الضعف اللي عندهم كزوج بيبقى في انتاج الحيوانات المنويه بيبقى ضعف بسيط، وبالتالي ممكن العلاج يجيب نتيجه. انما في ضعف بيكون متناهي بحيث ان الحيوانات المنويه بتبقى ضعيفه جدا جدا جدا. النوع ده من المشاكل العلاج التقليدي ما بيجيبش فيه نتيجه، وبالتالي بنلجأ فيه الى اسلوب الحقن المجهري من الاول. وعشان كده قلت ان هي التقنيه اطفال الانابيب او الحقن المجهري في اوقات لما العلاج ما يجيبش نتيجه بنستخدمه، وفي اوقات بنلجا ليها من الاول. وبالتالي بناء على المشكله اللي موجوده قدامنا سواء عند الزوج او عند الزوجه بيبقى في طريقه علاج وبروتوكول معين بنمشي فيه، ما جابش نتيجه البديل لغايه ما بنوصل لاخر الخطوات اللي هي الحقن المجهري. ولما بنوصل لاخر الخطوات اللي هي الحقن المجهري او اطفال الانابيب، كل مجموعه او كل مشاكل من نوع معين، يعني واحنا بنعالج السيده اللي سنها مرتفع عن طريق اطفال الانابيب والحقن المجهري، بيبقى ليها تقنيات وطرق مختلفه عن السيده اللي سنها صغير، ويبقى ليها جرعات ادويه مخصصه. مش كل الناس بنستخدم كمثال تقنيه الليزر واحنا بنعمل الحقن المجهري، انما في مجموعه من الازواج والزوجات بيبقى عندهم مشكله انهم بيعملوا حقن مجهري مره واثنين وثلاثه وبيفشل. هنا دول بيبقوا ليهم طرق للحقن المجهري مختلفه شويه عن الطرق اللي معظم الناس بيمشوا فيها. يعني هو بيفشل معاهم ليه؟ لانه هنا بقى الاسباب كتير. الفشل بتاع الحقن المجهري ليه محطات وليه مراحل. فشل في انتاج البويضات، فبالتالي ما مشيتش الامور كويس، ما حصلش بويضات. او فشل في ان الحيوانات المنويه اللي موجوده تبقى فعاله. او ان فشل في اجراء عمليه التلقيح، دخول الحيوان المنوي جوه البيض. او اكثر من 50%، وده اهم انواع الفشل واكثرهم شيوعا، ان بعد ما عملنا كل حاجه حطينا الاجنه جوه الرحم ما انغرستش في بطانه الرحم. وده بنلاقيه في اكثر من 50% في فشل اطفال الانابيب. بيبقى محبط جدا. ليه؟ لان احنا بنطمن الزوج والزوجه كل حاجه ماشيه كويس، الاجنه كويسه، طب ما حطيناه ما حصلش حمل. هنا دي المشكله دي، ظهر تقنيات جديده بتقول لنا ازاي ننجح في دي. من اهم التقنيات في زراعه الاجنه اليوم الخامس واليوم السادس عن طريق استخدام حضانات من نوع متقدم جدا. في تقنيات كتير قوي، بس الجزء اللي ابتدى فيه تقدم بشكل حقيقي وده هيزود النسبه بتاعتنا من 50 لـ60% وهترفعه في الفتره الجايه، التقنيات والادوات اللي احنا بنستخدمها لفهم التفاعل بين الاجنه اللي احنا بنحطهم جوه الرحم وبين استقبال بطانه الرحم ليهم. الموضوع ده ما خدش حقه قوي الا من 3 أو 4 سنين، ابتدت ابحاث كتيره جدا فيه، وابتدت تقنيات كتيره قوي تظهر فيه. 50% من فشل اطفال الانابيب والحقن المجهري بينتج نتيجه ان الاجنه اللي احنا بنحطها على الرغم انها كويسه ما بتنغرسش جوه بطانه الرحم. لانه علميا ما احناش فاهمين بطانه الرحم دي بتتصرف ازاي، الفسيولوجي بتاعها ازاي، بتتقبل الاجنه. الابحاث العلميه بتعرفنا كل يوم، وفي تقنيات ظهرت بتقول لنا بطانه الرحم دي بتستقبل ازاي. من ضمن الحاجات دي حاجه متطوره جدا، حاجه تشبه رنين المغناطيس اللي احنا بنسمع عنه، بس رنين مغناطيسي من نوع متقدم جدا اسمه نيوكليير ماجنتيك ريزونانس او رنين المغناطيس النووي. ده بيعمل ايه بقى يا دكتور؟ ده بيعمل ايه؟ ده مش بيجيب لي الشكل بتاع الرحم او الشكل بتاع بطانه الرحم، ده بيقول لي مستوى
المكونات بتاعته. أي نسيج، أي خلايا المكونات الأساسية بتاعتها فيها ذرات من الكربون والنيتروجين واوا، لما بيحصل اختلال في الوظيفة التقسيمة دي في النيتروجين والكربون واوا بيقل، فبالتالي أو بيزيد أو بيحصل نوع من أنواع اللخبطة. التقنية دي بتورينا في وظيفة نفسها مش الشكل، لأن كل التقنيات القديمة بتعتمد على الشكل. دي بتورينا الوظيفة. طب احنا ده تقدم. التقنية دي هنتكلم عليها مرة تانية للأسف، لأن هو هي حاجة الحقيقة متطورة جدا، بتهيألي تحتاج حلقة تانية نركز فيها أكتر أو نتكلم عليها. أكيد. أنا بشكر حياتك جدا دكتور رواء مصطفى، أستاذ أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب بكلية طب جامعة عين شمس. شكرا لحياتك، ولينا لقاء تاني إن شاء الله. وبكده انتهت فقرة خليك في أحسن حالاتك مع نسلي. هنروح لتقرير نشوف المصريين عملوا خير إزاي في شهر الخير، شهر رمضان. بنتمنى إن الخير ما يكونش بس أثناء زي ما قلت الشهر الفضيل وبقولها دايما، ولكن يكون جزء من حياتنا، يكون أسلوب حياتنا ركن أساسي منه، أن احنا نعمل خير ونحس باللي حوالينا ونشارك طول ما احنا قادرين أن احنا نشارك. هنشوف التقرير عن الموضوع ده، وبعد الفاصل على طول نتكلم عن البلطجة وصناعتها في مصر. استنونا. حملة كساء 2 مليون محتاج التي أطلقها منتج تايد بالتعاون مع جمعية رسالة نجاحها للعام الثالث على التوالي. قمنا بزيارة لجمعية رسالة فرع المهندسين يوم الجمعة الموافق 27 من رمضان، فوجدنا الكثير من المتطوعين يقومون بغسل وتنظيف الملابس المستعملة والتي تم تجميعها منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن باستخدام مسحوق تايد المتميز الذي أعاد للملابس رونقها وجمالها، وكذلك قاموا بكي الملابس وتهيئتها ليوم الكساء. ولقد عبر المتطوعون جميعا عن أهمية العمل التطوعي ومساعدة المحتاجين للنهوض من المجتمع. قد ايه ناس كتير جدا في بلدي محتاجة، مش قادر اعمل لهم اي حاجة، ما عنديش الخبرة الكافية، ما عنديش القدرة المالية ان انا اقدر اساعدهم. جت اسم رسالة في دماغي. كما أعرب المتطوعون أيضا عن سعادتهم لمشاركة منتج عالمي ومتميز مثل تايد في الحملة لكي يزيد من مصداقيتها وميزانيتها. في حديث عن السيدة عائشة أن هي كانت بتعطر الصدقة قبل ما بتطلعها، كانت بتقول أنها بتقع في إيد الله قبل ما بتقع في إيد الفقير أو المحتاج، فأنا بحاول